إذن مباشرة من أمام جماعة سيدي الطيبي اللي غادي نواكبوا فيها عملية التصويت على رئيس الجماعة إن شاء الله، تابعونا. إذن السلام عليكم متابعي الجريدة الوطنية كاس 36، مباشرة من داخل مقر جماعة السيد الطيبي، عملية التصويت على رئيس الجماعة ومباشرة من مدينة السيد الطيبي. سنشكر الإخوة اللي ضافينا الثقة في رئاسة المجلس الطيبي، إن شاء الله غنكونوا عيد أحسن منهم. وحنا مجلسنا ما كاينش فرق ما بين هذا وهذا وما بين اللي صوتوا واللي ما صوتوش، إن شاء الله خاصنا نوجهوا راسنا للخدمة ديال السي الطيبي. هذا هو الهدف ديالنا اللي كاين. أما المنافسة راه يعني ما عندي ما نقول فيهم منافسة شريفة ولا فريد، ولكن حنا انتظار ديالنا تحدي كبير للجماعة ديال السي الطيبي. وهذا اللي يمكن نقول لكم ندوزو للدور الثاني اللي هو انتخاب النواب ديال الرئيس. من الاهداف ديال محمد الهدف اللي محمد هي كاينه تاع الرئيس، واش كاين شي لائحه اخرى اللي غيقدمها شي واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، سيد البشار، سيد القايد، سيد الرئيس الاحترام، إخوان المستشارين المحترمين الأعزاء. الشهادة مع النصر قانونيا أنه عدم احترام التمثيلية النسائية داخل ترتيب المجلس، أنا كنشيرها بست كارو تصير عادة. هذا كلامي حقي، لابد أن تدولها في المحضر. أنا ما كنهضرش علينا في الزنقة، أنا كنهضر في مؤسسة، ومؤسسة عندها محاميها، وبالتالي لابد إذا فضلت المحضر. جبت التدخل ديالي كاتب واحد
إذا حاليا المرور إلى مرحلة انتخاب نواب أعضاء المجلس البلدي. جوج اللوائح اللي كاينين بين اللائحة ديال الرئيس وبين اللائحة تاع السي سعيد فوز. والعملية غادي تكون الشكل اللي جلس فيه الإدارة نديرو على مع اللائحة اللي اختاروا والاسم ديالو. اللائحة الأولى ديال الرئيس، اللائحة تاعنا تاع السي سعيد فوز. دابا غندوزو التصويت على اللائحة الأولى. نوزع عليكم الأوراق وغنديروا العلامة اللي تقدر تصوتوا عليها والاسم ديالكم كما دازت العملية ديالكم. غتصوتوا على نيتهم. غتصوتوا على نيتهم وديروا علامة عاوتاني. واش غادي تصوتوا على اللائحة كلها؟ إذن متابعين جريدة الوطنية قصة 30 المرور إلى عملية التصويت الآن. محمد المميز، علي الباب، عبد الرحيم بوحاشم، فاطمة الزهراء غريبة، بيجو عزيز. النتائج اللي حصلنا عليها دابا هو اللائحه ديال الرئيس حصلت على 16 صوت واللائحه ديال السي سعيد فوزه 15 صوت، وبالتالي ستفوز اللائحه الاولى من السي الرئيس محمد غني. قبل اختتام هذه الجلسه نتلو بقيه مرفوعه الى امير المؤمنين صاحب الجلاله.
فالقيام مرفوع الى اميه المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بمناسبه انتخاب مكتب مجلس جماعه سيدي الطيب. مولاي صاحب الجلاله، على اثر انتخاب الرئيس الجديد لمجلس جماعه سيدي الطيب وكذا نواب الرئيس وكاتب المجلس ونائب، يتشرف خادم الاعتاب الشريفه السيد محمد بن اثارنا عن نفسه ونيابه عن كافه اعضاء مجلس جماعه سيدي الطيب وساكنتها بأن يرفع إلى مقامكم العالي بالله آية الولاء والإخلاص متمنيا لكم دوام الصحة والسعادة لتحققوا لشعبكم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفاهية وازدهار. أبقى الله مولانا الإمام ذخرا وملاذا لشعبه الوفي وقر عينيه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الشريفة والسلام على المقام العالي بالله. انت تعرفوا تم انتخاب ديالي كرئيس مجلس جماعه السيد الطيبي، وهذا الشيء راه تكليف ماشي تشريف ليا، لان تكليف، لان السيد الطيبي فيه مشاكل كثيره وغنواجهوا تحدي كبير. تعرفوا بان السيد الطيبي فيه خصاص كبير تاع المرافق تاع الدوله والبنيه التحتيه والى اخره، وكاين برنامج طموح تاع مشروع اعاده الهيكله اللي غادي نخدموا عليه ان شاء الله. هذا البرنامج تاع مشروع اعاده الهيكله هو اللي فيه جميع المرافق اللي غادي تلبي الحاجيات تاع الساكنه، هو اول حاجه اللي غنخدموا عليها اللي غادي يمكن لنا نوصلوا للحلول الجذريه ديال بعض المشاكل اللي هي تعاني منها السكان. وهذا الشيء باش اللي تنقول لكم، وهذا الشيء اللي غنختم به. وسيد الطيب راه مشاكل كثيره ونواجهوا صعوبات، والحمد لله ما يكون غير خير ان شاء الله، وعندنا تفاؤل كبير باش تحل هذه المشاكل بالتعاون مع القطاعات الاخرى، وهذا الشيء اللي غادي يكون ان شاء الله. والسلام عليكم. باش انا في الحل الديمقراطيه حنا غنشتغلوا من اي موقع كان، سواء في المعارضه سواء في الاغلبيه، شيء طبيعي. اللعبه السياسيه هذه ما خصش تكون العصبيه القبليه، وما خصش يكون الميز العنصري داخل الجماعه، لا خلا ولا اكثر. ومن اللي غيخدم حنا مرحبا، ولا غنشتغلوا في اطار المعارضه تكون معارضه بناءه، ماشي معارضه في اطار الهدم ولا كذا. حاشا مع الله، هذه ماشي من الاخلاق ديالنا، ماشي من الشيم ديالنا. حنا اللي غنشتغلوا غنشتغلوا بصدق وباخلاص، ولا غنديروا المعارضه غتكون معارضه كنكررها مره ثانيه، غتكون بناءه لصالح الساكنه ديال السيد الطيبي، وما يبداوش يهولوا ولا بعض الخصوم السياسيين كيبداو يضخموا في امور، امور عاديه جدا. الديمقراطيه هذه خصنا نرضاو بالنتيجه، وكاين طعون في المحاكم الاداريه، والقضاء غادي يقول الكلمه ديالو. بصراحه المهمه ديال الرئيس مهمه صعبه وليست سهله. التحالف السابق كان فيه ثلاثه ديال الاحزاب، وكانت صعوبة كبيرة نظرا لحجم المشاكل اللي كاينة في جماعة السيد الطيبي. الآن كاين ستة ديال الأحزاب كاين في التحالف، المهمة بمعنى كتصعب بشكل أكبر. أنا أتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى نكران الذات من طرف جميع الأعضاء اللي كاينين في المكتب دابا أو في المجلس. واش كنتوا كتوقعوا هذه النتائج قبل عملية التصويت؟ بصراحة لم نكن نتوقع النتائج، غير متوقعة بتاتا، حتى الفائز لم يكن يتوقع النتائج. نتمنى الساكنة، للأسف كانت نسبة ديال المشاركة لم تكن في المستوى، تعطينا واحد الدرس اللي نستخلصوا منه واحد المجموعة ديال العبر اللي يكون صالح ديال الساكنة. وتشكر جميع المجتمع المدني على الثقة اللي عطاونا واختارونا من دون الناس، وعطاونا المرتبة الأولى باش كونوا تمثلوا المجلس الطيبي كتمثيل جيد مناسب للساكنة. وحنا الحمد لله غادي نكونوا عند اختيار ديال الساكنه في المشاكل اللي تتخبط فيها من جميع التعويضات ديالهم وجميع المرافق، من اول المرافق هو اليد العامله اللي نهزوا بالشباب والشابات في اليد العامله هي الاولى، وعاد نشوفوا المرافق المتتابعه من جامعه السيد الطيبي. معكم بسام الروغاني، النائب الرابع بمجلس الجماعه المنتخب برئاسه السيد محمد الغني. اولا كنهنئ السيد محمد الغني على انتصار الديمقراطيه الحقيقيه لليوم اللي عرفتها ساكنه جامعه السيد الطيبي بفوزه برئاسه المجلس، وذلك بثقه المستشارين اغلبيه. اليوم احنا امام واحد الرهان حقيقي، هو من اجل النهوض بالمنطقه اجتماعيا
واقتصاديا، فكل كيعلم بان سكنه الطيبي كتعاني الامرين، كتعاني الهشاشه الاجتماعيه وكتعاني ضعف البنيه التحتيه وكتعاني من البطاله. دونك حنا اليوم عندنا رهان قوي، حنا اليوم كمجلس منتخب سواء معارضه او اغلبيه تنراهنوا على ان يكون عندنا مجلس متجانس قوي من اجل تحقيق مصالح الساكنه.